الأخبار من الراي. أهلا بكم في نشرة أخبار الراي، معكم فيها أحمد العنزي، والبداية دوما بأبرز العناوين. راح نضطر ناخذ من الاحتياطي العام، ومن ثم راح نضطر ناخذ من الأجيال القادمة. مقترحات وخطط إصلاح خلل الاقتصاد على قدم وساق. لا مانع أنها تشارك في أشياء بسيطة، يعني ما في فرق بيني وبين زوجي، التعاون بين الزوجين ما فيها شيء، أنا من وجهة نظري ما فيها شيء. مواجهة الأسعار عبر إجراءات احتياطية للأسر الكويتية. إتمام الاستعدادات الأمنية لمهرجان الألعاب النارية. خرق هدنة سوريا يتواصل ومشاورات في باريس. في اليمن تعزيزات للمقاومة على مشارف الحديدة. من أهم مضاعفات اللي تصير خلال الأسبوع الأول تكون أن البنيض يعاني بعض الساعات من ارتجاع أو لوعة أو عوار بالبطن بسبب ثقل البلع. نصائح طبية لتلافي مضاعفات عمليات إنقاص الوزن. فيما لا تزال قضية رفع الدعم والإصلاح الاقتصادي تخيم على المواقف البرلمانية هذه الأيام، قال رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية النائب فيصل الشايع إن أي إصلاح اقتصادي فيه مصلحة للكويت والأجيال القادمة هو إصلاح محل ترحيب، معلنا عن دراسات كثيرة تناقش في اللجنة المالية مع الحكومة بشأن إيجاد بدائل للنفط كموارد للدولة. أي إصلاح مالي، خاصة أن الكويت تعتمد على دخل واحد وحيد اللي هو دخل النفط، فأي إصلاحات مالية أكيد راح تنسب للمصلحة العامة وبالنهاية مصلحة الأجيال القادمة. إحنا معتمدين على النفط فقط وسعاره مذبذبة، وكلنا شفنا وصل إلى 100 و110 ومن ثم نزل إلى 19 وأقل من 19، ولا نعلم القادم ما هي الأسعار السنوات القادمة، وهل سيظل بهذه الحدود وبالنهاية راح يكون في عجزات، وكيف نسدد هذه العجزات؟ راح نضطر ناخذ من الاحتياطي العام، ومن ثم راح نضطر ناخذ من الأجيال القادمة، إلى أن نصل لمرحلة من المراحل أن نصير دولة مقرضة أو نقترض أموال لسداد الرواتب على الأقل. الحكومة في اللجنة المالية البحث عن موارد بديلة للنفط، تم طرح هذا؟ في هناك عدة بدائل، وما زلنا في السيناريو تقديم ما هي الإيرادات المتوقعة منها، وما هي المصاريف التي ممكن تنشال من ميزانية الحكومة من خلال هذه الدراسات، وإحنا بعد ما انتهينا وإن شاء الله لما ننتهي من الدراسة راح نقول لكم عنها. وفي ظل انخفاض أسعار النفط وتوجهات الحكومة لتخفيض الدعم وما سيتبعه من ارتفاع في الأسعار، أصبح الحديث عن مشاركة الزوجة لزوجها في إدارة الأمور المالية في المنزل ضروريا، حيث يتشارك الزوجان لتلبية الاحتياجات. تقرير محمد الحياري. اللهم لك الحمد والشكر يا رب، يا اللي خليك لنا ويعزك ربي، يا تاج راسنا، كبح براس ابوك يستاهل. يبدو ان هذا المشهد كان دارجا قبل القرارات المرتقبة للحكومة لرفع الدعوم والغلاء الذي ستشهده البلاد في الأسعار. ففي الوقت الذي تنخفض فيه أسعار النفط، بات تشارك الزوجة مع زوجها لإدارة أمور المنزل امرا طبيعيا لمواجهة العجز المالي في ميزانية الأسر. زوج مهما كان هو الرجل هو الذي يصرف على العائلة، ولكن الزوجة إذا رأت أن يعني زوجها معاشه قليل، يعني من أصحاب الدخل المحدود، فلا مانع أنها تشارك في أشياء بسيطة يعني، ولكن هو الزوج لازم يأخذ رأي زوجته إذا هي وافقت. إيه أكيد هذا شيء ما يبي لحكي، يعني أكيد ما في فرق بيني وبين زوجي،
فلو ما ساعدنا على الدنيا من اللي يساعد معانا؟ فلازم راتبي مع زوجي يكون واحد. ما فيها شيء عادي، ما يكون عادي بين التعاون بين الزوجين، ما فيها شيء، أنا من وجهة نظري ما فيها شيء. وتختلف وجهات نظر المواطنين في مشاركة الزوجة لإدارة الأموال بالمنزل بين الرفض المنطلق من العادات والتقاليد والقبول النابع من تغيير تفرضه مجريات الحياة. وفيما باتت الارتفاعات والغلاء تكويان جيوب المواطنين، أصبح البحث عن تدعيم الرواتب وتوحيدها في المنزل لمواجهة تكاليف الحياة الصعبة أمرا ملحا وليس خيارا. والله ما في مانع أن الزوج يقبل أن زوجته تشارك بالأمور المالية، وهذه يعني أمور عادية والمشاركة حلوة، يعني شيء طبيعي. في السابق يمكن الرجل ما كان يرضى، لكن حاليا ظروف المعيشة يعني تقبل أن الزوجة أنها تساهم في المشاركة مع زوجها. والله أكيد، لأن تعرف الحين الحياة صارت صعبة شوية، فإذا هي بتشارك تشارك من كيفها يعني، فما قدرت تخصبها أنت بأي شيء. طبعا مهمة الإنفاق على المنزل الأساس أنها تكون من دور الزوج، فأتوقع أن الرجل الكويتي طبيعي أنه ما يرضى أن زوجة تشاركه في الإنفاق على المنزل. محمد الحياري، الرأي. الأجهزة الأمنية في وزارة الداخلية أكملت استعداداتها لحفظ الأمن خلال انطلاق مهرجان الألعاب النارية يوم الغد بمناسبة الذكرى 55 للاستقلال، وذكرى 25 للتحرير، وذكرى 10 لتولي أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد مقاليد الحكم. وقالت الوزارة أن هذه الاحتفالات ستنطلق أمام أبراج الكويت الساعة 8 من مساء يوم السبت، مناشدة الجماهير التي ستحضر هذه الاحتفالات الالتزام بالتعليمات والإرشادات من قبل رجال الأمن الذين سيكونون متواجدين في مكان الحدث. وللمزيد ينضم إلينا عبر الهاتف العقيد إبراهيم الجلال، مساعد مدير إدارة العمليات بالإدارة. أولا حياك الله معنا. الله حييك أخوي أحمد، ومسي عليك ومسي على أخواني وأخواتي مشاهدي برنامج الرأي. حياك الله. أولا يعني ما هي الطرق التي سيتم إغلاقها وتوقيت الإغلاق؟ طبعا الطرق هو شارع الخليج العربي فقط راح تكون فيه الإغلاق، هنقول من الثاني مع الخليج، مرور تقاطع الخريجين اللي عند فندق سفير، مرور تقاطع بريطانيا اللي بعد الأبراج، يعني هذه المنطقة فقط من البريطاني الثاني مع الخليج هي المغلقة فقط، يعني اللي جاي من المارينا من السالمية من يوصل الدائر الثاني مع الخليج إجباري يسار أو فوق تحت. إحنا عندنا تحويل، ما ينقال لإغلاق، تحويل طرق. واللي جاينا من سوق شرق من تقاطع المستشفى، من تقاطع مستشفى الأميري رايح الأبراج، أول تقاطع صادفة تقاطع بريطانية، أيضا الطرق هنا محولة يمينا إلى دوار دسمان. هذا الشارع راح يكون مغلق من الساعة 12 الظهر باكر إن شاء الله، باكر راح نسكر. اليوم بالليل بعد الساعة 1 بالليل الواجهات البحرية اللي على البحر بالمنطقة اللي ذكرتها راح تغلق، راح نفضي السيارات، والسيارات اللي مهمله موجوده راح نرفعها عن طريق الونشات لتامين الموقع. هذا بالنسبه للاغلاق. الناس تسال وين المواقف؟ نعم، الاماكن المخصصه للمواقف. أكيد. الجمهور أكيد. يعني اكيد طبعا وزاره الداخليه مسخره كل امكانياتها لانجاح هذا الحفل، بحيث احنا وفرنا في مواقف تكون قريبه من موقع الحفل، ما يحتاج نقل جماعي باطات، اللي هي خلينا نقول المنطقه الساحه الترابيه اللي جنوب قصر دسمان. منين يجون الناس؟ عن طريق الدائر الاول، تقاطع الاول مع السور اللي قبل دوار دسمان، التقاطع هذا الصغير ممكن يدش يمين على الخليج، الساحه اللي على اليسار هذه الساحه مفتوحه للجمهور تكون قريبه من الموقع. انا اتمنى اللي بيجي بدري راح ياخذ مكان، اذا فولت راح نغلق هذا الموقف. هذا واحد. اثنين، الموقف اللي على اليمين جمعيه الخريجين راح يكون حق مواقف الفي اي بي ايضا المعاقين. الموقف اليمين مال الخريجين والمحامين هذا راح يكون فقط حق الفي اي بي اللي عندهم دعوات، كذلك المعاقين. كذلك عندنا اللي جاي على نقول طريق الملك عيسى الفحيل، سمى الفحيل ملك عيسى، من الطوف الاول ياخذ يمين كنا نازل دوار دسمان يجي شارع الخرافي على اليمين. اذا دش شارع الخرافي كنا رايح فندق السفير باتجاه الخليج، هني اكو ساحات ترابيه على اليسار هذه وفرناها وجهزناها. هل سيكون هناك وسائل نقل يعني مثل باصات وغيرها لنقل الجمهور؟ انا قاعد اقول لك المواقف الغريبه ما تحتاج، وكذلك من عند القار. اما المواقف اللي تحتاج باصات احنا وفرنا مع العلاقات نفسها 65 باص. واضح. بحيث واضح. في باصات توصل حق الثاني مع الخليج، الجزيره الخضراء الموقف ماله، موقف جمعيه الدعيه، النادي العربي،
موقف صالة الشهيد العداري الثاني. هذه مواقف يا باصات تنقل طبعا الركاب الجماعي. سعادة العقيدة يعني هذا واضح أمنيا، يعني هل تم الانتهاء من كافة الاستعدادات الأمنية لحفظ الأمن سيما بعد حادث الدهس الأخير الذي عكر صفو الاحتفالات الوطنية؟ طبعا هناك أوامر صادرة من القيادة العليا بوزارة الداخلية، طبعا في طبعا استعداد كامل وأيضا في استنصار بالقوة، وإن شاء الله احنا ماخذين الحيطة والحذر واحنا متفائلين إن شاء الله. التفتيش موجود في حاطين اجهزه راح تفتش السيارات وتكون في طبعا العسكر كلهم مسلحين وعندهم الاوامر والامور واضحه، اللي ما ينصاع للاوامر الامر واضح وصريح يعني. نعم احنا ان شاء الله متفائلين بالاجواء الحلوه، باكر نقول تعالوا حياكم الله. الحفل يبدي الساعه 8، الناس الدعوه من ديوان الامير الساعه 5، احنا موجودين جاهزين الصباح الباكر، بس الاغلاق الساعه 12. ما ودي انا احد يقعد يسولف يعطل الشارع يقول انا ممكن ادش، خلاص الشارع محول الكل حتى الدوريات ممنوع تدخل. نعم يعني شكرا. نعم شكرا على جهودكم العقيد ابراهيم الجلال مساعد مدير اداره العمليات بالاداره العامه للمرور، شكرا جزيلا لك. الوكيل المساعد لقطاع التنمية بالتكليف في وزارة الدولة لشؤون الشباب مشعل السبيعي أكد حرص الوزارة على دعم المبادرات والمعارض الشبابية بما يسهم في إبراز إبداعاتهم. وقال السبيعي على هامش افتتاح معرض أياد كويتية أن المعرض يشمل نماذج مميزة من المشاركات الشبابية سواء التابعة للعمل المؤسسي كوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ومركز صباح الأحمد للموهبة والإبداع والجمعية الكويتية لأولياء أمور المعاقين أو من الأفراد الذين يقدمون أعمالا مميزة. الفكرة كانت متواجدة من 3 إلى 4 شهور بإقامة هذا المعرض، هذا المعرض اللي يجمع جميع المواهب وجميع الإبداعات الكويتية. حرصنا على إقامته احنا في الشركة الكويتية للاستثمار لنجمع جميع المواهب جميع الطاقات الشبابية. الحقيقة الفكرة أتت لأن كان العديد من المواهب يأتينا إلى الشركة على أساس أن يكون هناك دعم لأفراد فإجت الفكرة على أساس أن إحنا نحتويهم ونحاول أن ننساهم معاهم ونطلع إبداعاتهم. وبالفعل مثل ما أنتم شايفين تقدم لنا أكثر من 150 مبدع وموهوب ما بين شركة وما بين جهة. اليوم احنا كوزارة الدولة لشؤون الشباب لدينا استراتيجية وتسير الحمد لله بالتنسيق مع الجهات المعنية في الرعاية الشبابية وايضا مع القطاع الخاص وجمعيات النفع العام واسرة المجتمع المدني وايضا مع الشباب انفسهم بشكل مباشر. اليوم نستقبل نحن المبادرات، نستقبل الافكار والمشاريع وابوابنا مفتوحة للجميع. اليوم اي فكرة شبابية ممكن يقدم عن طريق الموقع الالكتروني، يتواصل معنا يقدم فكرته، ولدينا الانظمة التي نقدم الدعم فيها للشباب وايضا للجهات اللي تهتم في دعم الشباب وتنمية مهاراتهم وقدراتهم واستثمارها بشكل امثل. فيما يجري وزراء خارجية فرنسا وبريطانيا وألمانيا مباحثات بشأن التطورات في سوريا، اتهمت المعارضة السورية الميدانية قوات النظام بمواصلة انتهاك اتفاق وقف إطلاق النار. واعتبر جيش الإسلام أن الحرب لم تتوقف في سوريا، وقال جيش الإسلام في بيان له أن المواجهات مع عصابات الأسد لم تتوقف سواء في الغوطة أو في حمص أو في حلب، كما اعتبر أن الحرب عملياً على الأرض لم تتوقف في ظل هذه الانتهاكات، أما في حال تمت الهدنة فهي فرصة لإعادة بناء المجتمع والإنسان حيث حاولت آلة الحرب تدميرها. في اليمن قتل نحو 16 شخصا بعد من نزلاء دار للعجزة تقع في حي الشهيد عبد القوي بالشيخ عثمان في عدن ظهر الجمعة إثر هجوم مسلح نفذه مجهولون واستهدف الدار واستخدمت فيها أسلحة رشاشة. إلى ذلك وصلت دفعة جديدة من التعزيزات العسكرية إلى قوات الجيش الوطني منها كأسلحات ألغام متطورة ودبابات ومدفعية تسهل من تقدم قوات الشرعية واستكمال عملية التطهير من عناصر الميليشيات والتقدم نحو الحديدة. ومن المقرر أن تشكل هذه التعزيزات دفعة قوية لقوات الشرعية لاستكمال تطهير هذه المناطق من عناصر ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح.
المدير العام للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون الخليجي توفيق خوجة أكد خلو الدول الخليجية من فيروس زيكا المنتشر في عدة دول واتخاذ الدول الخليجية كل الوسائل لحمايتها من التعرض للأوبئة والأمراض. وقال خوجة على هامش مؤتمر المجموعة الخليجية الثاني للقدم السكرية المنعقد في الكويت أن الدول الخليجية رصدت مبالغ كبيرة ضمن ميزانيات وزارة الصحة في كل دول لاتخاذ إجراءاتها في متابعة ورصد الفيروس. الأطباء ينصحون مرضى السمنة ممن يقومون بإجراء عمليات إنقاص الوزن بتناول المكملات من فيتامينات دال والكالسيوم وذلك لتلافي حصول مضاعفات للعظام مما قد يؤدي إلى تعرضها للكسور. تقرير خالد الفارس. عندما تهدد السمنة المفرطة حياة المرضى ينصح الأطباء بإجراء عمليات جراحية لإنقاص الوزن مثل عمليات تصغير حجم المعدة أو تحويل مسار أجزاء من القناة الهضمية، لكن الكثيرون يغفلون عن مضاعفات إجراء مثل هذه العمليات الجراحية على صحة الإنسان. البالون طبعا هي عن طريق المنظار في بالونة تنحط بالمعدة بحيث أنها تخلي الشخص لا يقدر أن يأكل بحيث أنه يقلل نسبة الأكل اللي يأخذه. من أهم مضاعفات اللي تصير خلال الأسبوع الأول تكون أن البنيض يعاني بعض الساعات من ارتجاع ولا لوعة أو عوار بالبطن بسبب ثقل البالون. الحلقة طبعا هي حلقة أداة تضع بالجسم الشخص بحيث أنه تقلل من الأكل أنه يمشي ولا يروح للمعدة. طبعا الحلقة ما هي مضاعفاتها؟ مضاعفاتها هم هي مضاعفات أولية ومضاعفات تالية. فالمضاعفات الأولية نخاف منها أن بعد ساعات يصير عندهم هم لوعة وترجيع. التكميم دارجة بالكويت هي طبعا القطع الطولي للمعدة ومضاعفاتها غير الأخطاء. المضاعفات اللي نخاف منها مع التكميم هي النزيف أو التسريب. أنواع معينة من جراحات إنقاص الوزن قد تضعف العظام وتزيد مخاطر الإصابة بالكسور، ويرجع السبب في ذلك إلى إنقاص كمية الغذاء التي يمتصها الجسم نتيجة هذه العمليات، وبالتالي تنقص معها كمية الكالسيوم وفيتامين دال. العظام تحتاج الكالسيوم وفيتامين دي عشان لا يصير عندها هشاشة. فالعظام إذا المريض سوى تكميم ولا تحويل مسار الامتصاص الفيتامينات والكالسيوم راح يقل، خصوصا إذا المريض ما أخذ أي مكملات غذائية. فإذا قل نسبة الكالسيوم وقلت نسبة فيتامين دال راح يصير عندك هشاشة بالعظام، والعظام يصير بريتل يسمونها وايد خفيفة تنكسر خصوصا بكبار السن. جراحات علاج السمنة يمكن أن تقلل احتمالات الإصابة بأمراض مثل السكر وارتفاع ضغط الدم، لذا يمكن للمنافع أن تفوق المخاطر المحتملة إذا ما عرف المرضى كيف يحمون أنفسهم من مخاطر كسور العظام. كل ما يحتاجه المريض بعد إجراء عمليات إنقاص الوزن هو تناول فيتامين دال والكالسيوم لتلافي ضعف العظام وهشاشتها. خالد الفارس، الراي. انخفاض طفيف للخام، تابعونا في الصفحات الاقتصادية بعد فاصل قصير. أهلا بكم. سعر برميل النفط الكويتي انخفض 7 سنتات في تداولات أمس ليبلغ 29 دولارا و 45 سنتا وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية. وفي الأسواق العالمية ارتفعت أسعار النفط الخام في العقود الآجلة خلال تعاملات اليوم الجمعة مدعومة بتجدد التفاؤل بأن الأسعار ربما بلغت أدنى مستوياتها وبدأت في التعافي بعدما أظهرت بيانات رسمية انخفاض إنتاج النفط الأمريكي إلى أدنى مستوياته منذ نوفمبر 2014. بيت التمويل الكويتي قال في تقرير له أن القيمة السوقية لسوق الكويت للأوراق المالية ارتفعت بنسبة 1.16% الأسبوع الماضي لتبلغ 24 مليار و920 مليون دينار كويتي، حيث شهدت السوق اتجاها إيجابيا لأسهم الشركات الكبرى التي كانت العامل الرئيس للنمو. وأضاف بيتك في تقريره الأسبوعي أن حجم التداول الأسبوعي بلغ أكثر من 777 مليون سهم الأسبوع الماضي، مشيرا إلى أن المساهمين الرئيسيين في هذه التداولات تمثلوا بقطاع الخدمات المالية.
ذهبية التراب يصطادها الرامي عبد الرحمن الفيحان. التفاصيل في صفحتنا الرياضية بعد هذا الفاصل. أضاف رماة الكويت ميداليتين جديدتين في منافسات البطولة الدولية الخامسة الكبرى للرماية والتي تقام برعاية أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد حتى 8 من الشهر الجاري. وتمكن الرامي عبد الرحمن الفيحان من اصطياد الميدالية الذهبية في مسابقة التراب بعد منافسة شرسة من الرامي اللبناني وليد نجار الذي حل في المركز الثاني، فيما نال رامي الكويت طلال الرشيدي المركز الثالث والميدالية البرونزية، ليرتفع عدد الميداليات لرماة الكويت إلى 4 ميداليات متنوعة بعد أن حققت الشقيقتان شهد وسارة الحوال إنجازا لافتا في انطلاقة منافسات اليوم الأول للبطولة بإحراز ميداليتين ذهبية وفضية على التوالي في مسابقة التراب لفئة السيدات. على رأسي أبو راشد. أنت شايف الأجواء اليوم، كان الأجواء شوية صعبة، الحمد لله نافسنا في البطولة، دخلنا أنا واللبناني على الأول والثاني، الحمد لله قدرت أحصل الذهبية للكويت، ثاني ذهبية إن شاء الله، وإن شاء الله الخير بقبال إن شاء الله بالبطولة القادمة. الكويتية على المراكز الأولى. إيه الحمد لله على أرضنا إن شاء الله بين جمهورنا، ما نخليها تطلع برا إن شاء الله. شلون التنافس الفني كان في هالبطولة؟ والله البطولة قوية، والله كانت، أنت شايف الأجواء، لكن الحمد لله قدرنا نسيطر على الأجواء وخذينا الذهبية الحمد لله. كانت بطولة قوية، يعني كانت منافسة قوية بين الرماة الكويتيين واللبنانيين والمصريين. في البداية كانت مثل ما انت شايف النتائج عالية بالفاينل الأول، لكن كانت الأجواء شوي متقلبة، مطر وهواء وغبار. الحمد لله حصلت على البرونزية، وما يصيبكم إلا ما كتب الله لكم. طبعا احنا سعيدين في فوز أبطال الكويت اليوم وأخوانهم العرب والأصدقاء اللي شاركونا في هالبطولة هذه، الأول كويتي والثاني لبناني والثالث كويتي، يعني سعيدين جدا في النتائج الطيبة اللي طلعت في بطولة حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، بطولة الدولية الخامسة. الحمد لله المشاركة الكبيرة مثل ما تشوف من الرماة الدوليين أعطت أهمية أيضا البطولة، كونها للسنة الخامسة على التوالي تكسب صدى كبير وسمعة كبيرة. احنا طبعا سعيدين في نتائج رماتنا، الأرقام كلها أرقام عالمية لله الحمد. نتمنى إن شاء الله أيضا في المسابقات القادمة أيضا شبابنا يثبتون جدارتهم ويحققون أرقام. اليوم شوفت عينك، يعني الهواء قوي، لكن الحمد لله نتائج الرماة كانت جدا ممتازة. أهني الفائزين، أهني البطل عبد الرحمن الفيحان، وهن أيضا زملاء اللي معاه من لبنان ومن الكويت، وإن شاء الله يعني أخوانهم وزملائهم في البطولات القادمة أيضا يحققون نفس الشيء. طموحي كانت ذهبية، بس لسوء الحظ تأس شوية، كسنا كتير مش شوية، وبالصراحة يعني نادرا جدا لأوز بهيك تأس، يعني عامل التأس أثر كتير علي على إيدائي، ما كنت متصور هالقد، بس الحمد لله أنه ربحت الميدالية الذهبية الفضية وبهدية لبلد الحبيب لبنان. وقبل ختام نشرتنا لهذا اليوم، نذكركم بإمكانية المشاركة معنا عبر إرسال فيديوهات أو صور لأي تجاوزات ترصدها كاميرات هواتفكم المحمولة من خلال رقم الواتساب الظاهر على الشاشة. كما يمكنكم متابعتنا عبر موقع تويتر الراي ميديا جروب، ومشاهدة جميع نشراتنا وبرامجنا عبر قناتنا على يوتيوب الراي تيوب. في أمان الله. مع